ماكاريو 21 مباشر من قدام مكر. دكتور عصام خليفة مذكرة مقدمة إلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من الجبهة الوطنية للخط 29 بواسطة ممثله في بيروت. حضرة الأمين العام للأمم المتحدة، استكمالا للملف الذي تم تقديمه إليكم عند زيارتكم إلى لبنان مؤخرا من قبل الدكتور عصام خليفة والدكتورة كلود بويز كنعان، وهو يتضمن تفاصيل ووثائق تاريخية وقانونية تطرح أحقية الدولة اللبنانية بالخط 29 بالنسبة للحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للبنان، وانطلاقا من يقين المجتمع المدني اللبناني من محبتكم للشعب اللبناني والدولة اللبنانية عندما كنتم المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة. ولا ينسى شعبنا تصريحكم الشهير، هو الكلام له، إن لبنان البلد الصغير بمساحته وعدد سكانه قد بات في وضع كارثي وهو مهدد بالانهيار. إن تدفق مليون لاجئ مسؤولية ضخمة في أي بلد، فكيف لبنان دولة صغيرة تعاني من صعوبات داخلية إنه لتأثير مذهل. وكان موقفكم النبيل هذا ردا على طروحات سابقة طرحت في الأمم المتحدة بتاريخ 19 أيلول 2016 طالبت بمنح اللاجئين والنازحين وضعا قانونيا يتيح لهم الفرصة ليصبحوا مواطنين بالتجنس. إن الشعب اللبناني إذ يشكر صداقتكم وحرصكم على دعم الدولة اللبنانية من خلال مؤسسات دولية، فإنه يلفت نظركم الكريم إلى آخر تقرير أصدره البنك الدولي ربيع 2021، حيث حذر من غرق لبنان تحت واحدة من أسوأ 3 أزمات عالمية. ويتطرق التقرير إلى إمعان القيادات السياسية اللبنانية في الإحجام عن المبادرة بإجراء الإصلاحات التي تحول دون استمرار الانهيار الشامل أو محاولة حل الأزمة الحالية على حساب ذوي الدخل المحدود. وفي مجال آخر يتخلى أهل السياسة عن حقوق الدولة اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فيتم التصريح لبعضهم من خارج مرجعية المؤسسات الدستورية بالتراجع عن حق الدولة اللبنانية بمساحة 1430 كيلومتر مربع بين الخطين 23 و29. حضرة الأمين العام، لقد قدم لكم الدكتور عصام خليفة والدكتورة كلود بويز كنعان في مذكرتهما كل الأسانيد التاريخية والقانونية على حق لبنان بهذه المساحة، كما أن مندوبكم الذي جرت المفاوضات بإشرافه في الناقورة بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي وبحضور مندوب عن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعطاكم كل محاضر الاجتماعات التي جرت وكل الحجج العلمية والقانونية المقنعة التي قدمها الوفد اللبناني، وهي حجج يسلم بها كل ملم بالقانون الدولي. وإن الشعب اللبناني يقف مع الوفد اللبناني ومع قيادة الجيش اللبناني التي اقترحت تعديل المرسوم 6433 بإعطاء إحداثيات جديدة تناسب الخط 29. وإن الشعب اللبناني يعارض بشكل صارم طرح التفاوض انطلاقا من الخط 23. حضرة الأمين العام، إن أي محاولة لعدم تطبيق القوانين الدولية ذات صلة بالترسيم في البحار ومحاولة فرض الخط 23 على لبنان، وهلا صاروا وراه، صاروا ياخذوا البلوك 8 بسبب قياداته المتقاعسة وعدم الأخذ بالخط 29 القانوني والعلمي الذي يتمسك به الشعب اللبناني، إن ذلك يشكل تهديدا للسلام في الشرق المتوسط ويتناقض مع قرارات المحاكم الدولية ذات الصلة. وباسم جبهة الدفاع عن الخط 29 من اللبنانيين والتي تضم تحالفا واسعا من أبناء الشعب اللبناني من مختلف الطوائف والاتجاهات، نتمنى عليكم التدخل لإنصاف الدولة اللبنانية
وإعطائها حقوقها في ثرواتها البحرية، لا سيما وأن الاقتصاد اللبناني بحاجة ماسة لهذه الثروة من أجل الإنماء والتقدم والنهوض من الكارثة التي أوصلته إليها منظومة السياسيين الفاسدين الذين يقوموا محامون من حراكنا الشعبي بتوجيه التهم إليهم بالخيانة العظمى ومخالفتهم للدستور اللبناني والقوانين اللبنانية. وتفضلوا بقبول فاتلة. إذن رسالة موجهة يعطيكم ألف عافية جميعا. مين بده ينزل دكتور؟ دكتور عصام بده ينزل يسلم الرسالة. مين أنا معك يلا. نعم مكاريو 21 مباشر. نحن مع دكتور عصام. دكتور عصام كنت عم تحكي هلا انه كمان صار في خط غير الخط 29، انه رجعوا هن بعد في شيء عم بتخطوه؟ كلهم واحد، ما حدا بيساوم علينا، نحن الشعب اللبناني نحن اقوى صرنا على العالم. دكتور عصام كنت عم بتقول بالرساله، مش بالرساله يعني، قلت ملاحظه انه كمان رجعوا عم بياخذوا شيء بعد طرحوا اشتاين سيد جوت 23 على البلوك 8. نعم سمينه الخط الاعرج، هو الامين وملاولي الافكار ملاولي. الخط الاعرج هو الخطه اللي حملتها دوره الشيا اخيرا الى قصر بعبده، وفيها الخطه مكتوبه تعيد لهوتشكاين. ما بنعرف شو وزير الخارجيه قال انه هو هن عندهم الرساله او هي هن عم بيشتغلوا عن على الخط 23، يعني هن ما بيعرفوا بشيء اسمه خط 29. ما اجتمعتوا معه؟ ما اجتمعنا ولا بدنا نجتمع لانه اصلا. طيب ما طلب يستفسر منكم عن خط 29؟ كل شيء بده ياكل عنب، هو ادراغافي عالمي، هو ياكل عنب، هو بده ياكل عنب. نجيب المئاتي معامله حكومي هلا من خبراء، الخبير بالخطوط واللي تنازل على الخط 2011 نجيب مئاتي، وهلا عم يتنازل مره ثانيه. الخبير العظيم واللي بيعرف اكثر هو وزير الخارجيه، والسوبر خبير سليم الريساطي. هلا هن رح يحدثوا الاقتراح اللي عملوه الامريكان. بس هون في سؤال. نعم. من مبدا المفاوضات غير مباشره، لما بيكون في وسيط، الوسيط بيكون محايد. عاموش هوكشتاين اسرائيلي، ولد سنه 1973 وخذ بثلاث سنين بالجيش الاسرائيلي. هل هو محايد؟ هلا دغري لو المفاوض الامريكاني هو من اصل لبناني كان قبله في الاسرائيليه؟ فاذا جنرال العميد الركن المتقاعد جورج نادر حط سؤال برسم الراي العام، عم بيقول لو كان اللي بده يفاوض من اصل لبناني هل كان قبله في الاسرائيليه؟ نحن مباشر دكتور عصام خليفة بده يفوت يسلمون الرسالة اللي ألقاها من شوي. فإذا نحن قدام مقر الأمم المتحدة في رسالة بدهم يسلموها دكتور عصام خليفة، وكان أتلى هيدي الرسالة مباشرة. الخط 29 هو حق للشعب اللبناني، عم بيتخطوه، عم بيتناسوه، ما عم ينحكى عنه. وزير الخارجية كان قال انه هو بيعرف عن الخط 23، اما الخط 29 مسيحينا بدها تصور. فاذا انا بقول لك انا بدي برأي، نحن راح نتابع مع دكتور عصام خليفة. نجاة رشدي، وفي عندك دندشي رولا دندشي، وفي عندك دكتور حلبي كلهم كيميائي.
هن على اساس انه الساعه 12 شوي يكونوا هون، هيك وعدوني. انا حكيت معهم امبارح كانوا. ما حدا اكبر من وطنه، ما حدا بيحكي باسم الشعب. نحن اللبنانيين نحن اللي بنحكي، ونحن الدولة ونحن السلطة الكبيرة على أرض هذا الوطن الحبيب. ما حدا بيحكي وبيساوم علينا. فإذا شو عم بيصير معنا؟ هذا الوطن لنا، آخر جبل لنا، وآخر نقطة مي لنا، والهوا لنا. فإذا كان في موعد مشان تسلموا رسالة، أخدين موعد لتسلموا الرسالة. نحن اللبنانيين وبدنا ندافع عنه برموش عيوننا، واللي ما عزموا يبارك البحر. فإذا كان في موعد بين 12 الساعة 12 بدهم يلاقون يستلموا الرسالة. للأسف ما بعد ما إجا. نحن رح نبقى بس لنشوف إذا رح يستلموا الرسالة من دكتور عصام خليف. مكاريو 21 نحن. فإذا في موعد، من مين اخذين موعد تسلموا الرسالة؟ دكتور حلبي، تكلمنا مع الدكتور حلبي. نعم. من عندهم مراسلين حتى يستلموا الرسالة اليوم. عاطينكم وقت الساعة 12؟ عاطينا وقت الساعة 12 صح. الساعة هلا قد ايه صارت؟ الساعة 1. ساعة واحدة تقريبا. ايه 12 الا 1 الا ربع. المواعيد اللي مفروض تكون دقيقة. خلينا نشوف إذا حدا رح يستلم الرسالة. معقول يرفضوا يستلموها؟ بما أنه الموعد كان 12 هلا تقريبا وحدة صارت. كله بيصير. كله بيصير. شو رح تعملوا بهاي الحالة؟ رح نوديها لجوتيريس. لي بيستلمها. لي بيستلمها. فإذا أستاذ علي عباس شو؟ نحن اليوم جايين نوصل رسالة بس للأمم المتحدة. نعم. لنقول إنه نحن عم نتعرض لخيانة من الداخل. أخذين موعد. من الخارج. نعم. هذه الأرض، هذه المي هي مي لبنانية. هاي الرسالة هي رسالة بكل أنونية وبكل سلمية عم نوصلها. نعم. ناطرين بعد لحد هلا ما في تجاوب. ما نزلوا استلموها. هلا ما في تجاوب مع انه في اتصال فيهم صار امبارح. وكان الموعد 12 حسب ما عرفنا. نعم. خلينا نشوف اذا. خلينا نشوف. نحن اعطيناهم موعد الساعة 12، وانا بذكر انه الدكتور حلبي انا شخصيا تكلمت معه، واللي حنكون ناطرينكم لاستلام الرسالة. عدم استلام الرسالة وارسال اي انسان، هيدا بدل انه هن عنده النية ما يستلموا الرسالة. سكر الباب. فإذا اتسكر. نحن قدام مقر الأمم المتحدة رياض الصلح. في موعد دكتور عصام خليفة مجموعة أخذت موعد منهم يسلمون رسالة. تسمح لي شوي دكتور عصام، اسمح لي دقيقة. فإذا رسالة بتحملها لو سمحت. رسالة بكل حضارة، بكل ما عم صورك. نازلة هلا تستلم منكم الساعة 12. موعدهم الساعة 12، نحن ناطرين. في حال ما نجلوا رح نقول رفضوا. خلينا ننظم شوي الوضع. علي 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 نحن مباشر. مين جاي؟ نجاس رشدي. نعم استلمها. نعم. وبالتالي اذا بتتابع عمليه الاستلام بيكون شاكر. نحن بدنا نتابع لانه او بدكم تسلموا. ايه هلا. او بدنا نقول انه ما استلموا. لا نزل. وعدونا نزل ست نجات رشدي. نعم. شباب. سو ليتس ويت اند سي. حتى نقول شغله. نعم. نحن هون جايين نقول انه نحن عم نتعرض لخيانه من الداخل ولخديعة من الخارج.
يعني اثنين متواطئين علينا شعب لبنان. خلينا نسلمها ماكاريو 21 بكل شفافيه وبكل موضوعيه. نحن مباشر عم ننقل الصوره مثل ما هي، مجموعه دفاعا خط 29 طلبوا موعد قبل بوقت الساعة 12 ليسلموا رسالة مثل ما قلنا، بترجع عمل معروف بتعلية، ليسلموا رسالة للأمم المتحدة بتقول بيقولوا فيها الخط 29 هو من حق الشعب اللبناني. يلا خط 29 خط أحمر والتنازل عنه خيانة عظمى. معروف أقف على النص صوت، فإذن نرجع نعطيها لدكتور رح تيجي توقف هون هي. نعم وتلاقي يوقف هون فإذن هيئة نازلة السيدة رشدي تستلم الرسالة. نعم فإذا الظاهر إنه رح ينزلوا يستلموا الرسالة. برجع بذكر نحن هلا جاي على النص ماكاريو 21 مباشر بكل شفافية عم ننقل. دور الميكروفون سيدنا مجموعة الدفاع عن خط 29 رسالة أتلاها دكتور عصام خليفة مباشر على موقعنا. ناطرين ذكر أنه كان الموعد الساعة 12. نحن ناطرين فإذن بدهم يسلموا الرسالة للأمم المتحدة. اتسكر الباب الرئيسي وكانوا بلشوا يقولوا الموجودين انه رح يعتبروا انه ما استلموا الرسالة. رجعت حدا رح ينزل يستلم منهم هيدي الرسالة. الله يسلمك. نحن سبق وسلمنا سعاده الامين العام ورجع الدين مذكره بس ما حدا يغطي في صفحه. وهلا عم نذكره فيها وبيشرفنا يعني تسلميها وبعتيه له اياها. اكيد ونحن بنمثل قطاعات واسعه من الشعب اللبناني، المجتمع المدني، يعني غير اللي قاعدين فوق، نحن قاعدين تحت ونحن الشعب اللبناني. أنا كنت رئيس رابطة أساتذة، كله النقابيين وممثلين قطاعات، عمدة بالجيش، روابط أساتذة، نقابات، رئيس اتحاد النقابات، وأنا قاعدين من عامل هيئات ثقافية. فنحن عم نعكس رأي الشعب اللبناني في ثروته اللي عم يحاولوا مع ظلم الاقتصادي يمنعوها عن أولادنا بالأجيال القادمة. نحن بنعرف الأمم المتحدة قائمة على القانون الدولي والعدالة الدولية والقوانين الدولية، ونحن تحت ظل هذه الأنظمة والقوانين عم نطالب بحقوق الشعب اللبناني. ونحن بنعرفك وسامعينك وبنقرأ تقاريرك وبنشكر الأمم المتحدة والإسكوا على كل لا أبدا ما في شيء، هذا واجب، احنا بنقوم بواجبنا. أنا بحب ضيف كلمة إنه المفاوضات اللي كانت برعاية الأمم المتحدة بالناقورة لما وصل الفريق الإسرائيلي لا شيء قام نفض الطاولة ولجأ للسياسيين ليأخذ ما يريده الإسرائيلي بواسطة السياسيين أو حكماء السياسيين أو السلطة السياسية في لبنان. ولذلك نحن بنشدد أنه نحن مع القرار اللي اتخذه الجيش اللبناني، نحن بنعترف بالقرار اللي بيتخذه جيشنا العظيم جيش اللبناني. ولذلك الجيش اللبناني أقر أنه 29 المفاوضات يجب أن تتم على الخط 29، والخط 23 هو خط وهمي وإسرائيلي وغير قانوني وغير قانوني، لا بالأعراف الدولية ولا بالأعراف الشرعية، ولا ينطلق من الحدود من رأس الناقورة، ينطلق من شمال رأس الناقورة 30 متر ويعطي تخليط أهمية كاملة. وهذا بكل القوانين الدولية لا أثر له ولا مستند. لو سمحتي ست نجاة، لو سمحتي
يعني التشارتر لليونايتد نيشنز مبني على العداله الانسانيه، وبالتالي اي تصريح لاي رئيس لاي سياسي بالعالم ما بيغطي على مندرجات وقوانين ومواثيق الامم المتحده. يعني ما بيطلع من عندي شخص سياسي لو كان رئيس جمهوريه يقول اكس اذا كانت غير موثقه وغير متروكه. العداله الانسانيه بتوزيع الثروات والقوانين الدوليه، هذا المطلوب مش اكثر. شكرا. وعنده كل الملف. فينا نسمع من حضرتك كلمه رد. انا ما عندي رد، لان اللي مطلوب مني اني بوصل الرساله على الامين العام. طبعا الامم المتحده دائما تشتغل تحت ظل القوانين الدوليه واحترام الوحده الترابيه وحقوق البلد، هذه دائما الامين العام واضح بالنسبه لها. انا راح اوصل الرساله طبعا، وراح اوصل كل الخطابات اللي انتم تقدمتوا فيها، وطبعا كامم متحده احنا مع العداله ونتمنى كل خير لهيدا البلد الكريم. شكرا. شكرا. يعطيكم العافيه. يعطيكم العافيه. فاذا كنا مباشر معكم من موقع مكاريو 21 من قدام مقر الامم المتحده. الرساله سلمت، ورغم انه تاخر الوقت، يعني كان الموعد الساعه 12 تقريبا، ساعه تاخروا عن الموعد وعاد فتحوا الباب. بعده فتحوا الباب، يعني ما كان خلص الدوام، هن فتحوا الباب. هيدا كل شيء. متابعينا شكرا للمتابعه، ويعطيكم الف الف عافيه.